بكم في حلقة جديدة من منشط أحمر، معكم دينا القصوص. لنبدأ بالعناوين. الكتل السياسية في البرلمان تخفق في التوصل إلى توافق حول الفقرات الخلافية لقانون المحكمة الاتحادية. مجلس النواب العراقي يؤجل التصويت على القانون حتى إشعار آخر. هجوم صاروخي جديد يستهدف قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية من دون تسجيل أضرار بشرية ويصيب منازل وقرى سكنية. وفي ميسان قوة ترتدي زيا عسكريا تقتحم مديرية مكافحة المخدرات وتهرب واحدا من أكبر تجار المخدرات. في بلد يضم نحو 30 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، ما تزال مظاهر هذا السلاح تهيمن على المشهد في العراق. اغتيالات وتهديدات للناشطين والمدونين، ومع قرب الانتخابات قد يواجه المرشحون ذات المصير. في بغداد هجر معظم الناشطين لمنازلهم مثلما فعل ناشطو المحافظات الأخرى. فما هو مصيرهم في ظل استمرار هيمنة السلاح على الشارع؟ هنا في بغداد ليس غريبا أن تمطر السماء رصاصا. يحدث ذلك كل يوم بسبب كمية الرمي العشوائي للرصاص الحي بمناسبة أو من دونها. هذا الطفل سقط قتيلا فجأة ومن دون سابق إنذار أثر سقوط رصاصة طائشة على رأسه في وضح النهار. إنه السلاح المنفلت إذن. أشكال عديدة تتخذها هذه الظاهرة، لكن النتيجة واحدة: تصاعد في الضحايا وعجز حكومي عن مواجهة الجهات التي تقف خلفه. فالاغتيالات لا تمثل الوجه الوحيد للسلاح المنفلت الذي ينتشر في كل مكان، بل إنها واحدة من سلسلة حلقات ترتبط ببعضها لتشكل جيوشا من المسلحين الذين لا يعرف متى يبدأون حربا ضد الدولة أو معركة عشائرية أو حتى عملية اغتيال ضد مدنيين وناشطين أو هجوما بصواريخ الكاتيوشا. ووفقا للخبراء، فإن العراق يضم ما يقرب من 30 مليون قطعة سلاح خارج إطار مؤسستي الدفاع والداخلية، وجميعها نابعة من الكم الهائل للأسلحة التي كانت موجودة في مداخر الجيش السابق، إضافة إلى كميات هائلة من الأسلحة التي تدفقت إلى العراق من دول الجوار، فضلا عما خلفته القوات الأمريكية من أسلحة تعذر نقلها وإعادتها إلى مناشئها. لكن في الجانب الآخر يكمن السلاح الأكثر خطورة، وهو السلاح المرتبط بالجهات السياسية التي قد تستخدمه ضد خصومها أو لزعزعة الأمن والاستقرار أو حتى للحفاظ على وجودها، مثل ما جرى في انتفاضة تشرين. إذن سنتحدث عن السلاح المنفلت الذي يهيمن على المشهد العراقي مع ضيوف حلقة اليوم: أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين السيد حسين علاوي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر، والناشط المدني محمود حميد بن أربيل. أهلا بكم معنا. أستاذ حسين، نتحدث عن 30 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة في العراق، هل هذا طبيعي في بلد ينشد الاستقرار ويتوجه نحو انتخابات مصيرية؟ لا، أكيد. مساء الخير عليك ومساء الخير على الضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. أكيد هذا ظرف غير طبيعي، وهذا الظرف يحتاج الآن إلى عملية تفكيك هذه الأحجية، وهو السلاح خارج الدولة، لأنه سلاح ورثته القوى المسلحة عبر سنوات عديدة حقيقة، إن كان في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية أو كذلك بالمقابل إلى أنه يستخدم لغرض الضغط وتحقيق مكاسب سياسية. ولذلك
ولذلك آن الأوان حقيقة أن نجد هنالك مخرجات، ولذلك الحكومة العراقية الآن طرحت مبادرة الحوار الوطني، وهذه المبادرة هي تهدف من واحدة من الأهداف الأساسية لها هو الحوار حول نهاية السلاح، وأن يكون سلاح الدولة هو السلاح الماثل في الأرض عبر الوزارات الأمنية والأجهزة الأمنية التي دفعت حقيقة الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن وتراب الوطن وكذلك الحفاظ على سيادة البلاد. ولذلك لا مبرر شرعي قد يكون سياسيا على الصعيد السياسي أن يكون هذا السلاح بعد أن تتواجد مؤسسات أمنية سيادية تقدم الخدمة الأمنية لكل أفراد المجتمع ولكل الطبقات الاجتماعية وكذلك تحمي القوى السياسية. ولذلك واحدة من الأجندة التي من الممكن أن يبدأ بها المتحاورين ويبدأ بها إن كان في الحوار الاجتماعي أو في حوار النخب أو كذلك حوار القوى السياسية هو صورة الدولة المقبلة من دون سلاح خارج الدولة، لأننا بحاجة حقيقية إلى حصر هذا السلاح وكذلك بالمقابل وضعه تحت الأطر الرسمية. وهنالك طبعا تقنية تسمى تقنية الدي دي آر التي هي نزع السلاح وتسريحه واندماج هذه المجموعات داخل المجتمع إن كان داخل المجتمع السياسي أو داخل المجتمع الطبيعي. ولذلك هنالك يجري الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وواحدة من مفاصله الأساسية التي نتوقعها هو هذا المحور الذي هو واحد من المحاور الذي تشكل نتيجة ظرف إقليمي ودولي ساعد على نشوء هذا السلاح داخل العراق، وكذلك الحاجة المحلية التي كانت مع بداية نشوء وتطور النظام السياسي الجديد بعد 9 نيسان 2003 وصولا إلى عام 2005، ولاحظنا في عام 2008 بدأ هنالك استخدام لهذه التقنية دي دي آر، لكن كانت لا تعطى الأسلحة الثقيلة أو كذلك المتوسطة، ولكن بالمقابل جمع السلاح الخفيف وتم هنالك استقرار، وذهبنا إلى انتخابات 2010 التي هي كانت محور من محاور القوة للنظام السياسي العراقي على اعتبار أنها مثلت المجتمع، ثم عدنا إلى انتخابات 2014 وظهر التنظيم الإرهابي داعش بالتزامن مع نتائجها، فجاءت الحكومة العراقية لتستخدم هذا السلاح، وكذلك بالمقابل فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف السيد السيستاني حقيقة في ذلك الوقت، وهي كانت ضرورة استراتيجية لحماية الدولة والحفاظ عليه. وجزء كبير من هذا السلاح قاتل التنظيم الإرهابي مع القوات المسلحة العراقية وأصبح ضمن منظومة الحشد الشعبي التي هي أصبح هنالك قانون حاكم لها. لكن بالمقابل رأينا بعد الانتصار في الموصل أن هنالك مجموعات خاصة عادت إلى نهجها السياسي وكذلك ارتباطها الوظيفي إن كان ضمن الأجندة مع الصراع الأمريكي الإيراني، وهي تميل إلى إيران أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية. نعم بالتأكيد، ونحن يعني ونحن في هذا العام متجهون أيضا نحو وهذا بالتالي انتخابات الحكومة مصرية. تواجه إرث كبير جدا نعم. في هذا المجال. نعم، سننتقل إلى أربيل. محمود، أنت أحد الناشطين في انتفاضة تشرين، لماذا غادرت إلى أربيل؟ نعم، التحية طيبة. المغادرة إلى أربيل أو إلى أي محافظة أخرى هي نتيجة طبيعية لما حصل في بغداد وحتى في محافظات الوسط والجنوب التي اندلعت بها احتجاجات تشرين. هناك تهديدات وعمليات اغتيال أنتم على اطلاع بها، والكثير من الملاحقات التي حصلت مع النشطاء، فهذا هو سبب الابتعاد عن بغداد، وإن كنا يعني لدينا رغبة حقيقية بالعودة طبعا حتى في ظل هذا الوضع، ولكن النظام السياسي أو الدولة بالتحديد لم تتمكن من حماية النشطاء، لم تتمكن من حماية المجتمع بشكل عام. السلاح هو الذي يهيمن على مؤسسات الدولة، وهو الذي يهيمن على الشوارع وفي كل مكان وعلى الأزقة. لذلك لم نجد ولم نلمس أي تعامل حكومي أو تعاطي حكومي حقيقي مع السلاح المنفلت، والسلاح الذي هو وأخطر ما في السلاح هو أنه هو أداة لإرادات سياسية تتزاحم على نفوذ الدولة. محمود، هل بالفعل أن التهديدات تصلكم حتى وأنتم في أربيل؟
نعم. هل فعلا أن التهديدات تصلكم حتى وأنتم في أربيل؟ نعم، هذا الشيء حصل. هنالك لم يكن تهديد حقيقي، لكن هنالك عمل ملاحقة للنشطاء في السليمانية وفي أربيل، ملاحقة واضحة تتم عبر المراقبة، عبر التصوير، التقاط صور النشطاء، مراقبة تحركاتهم، على الرغم من أنه هذه التحركات هي تحركات عفوية، ذهاب للسوق، مراجعة الطبيب، بعض منهم جرحى هنا، على الرغم من هذا يتم تصويرهم والتقاط صور لهم، وأناس لهم صلة بقوى السلاح المتواجدة في بغداد يتواجدون أيضا هنا في أربيل. نعم لا يتمكنون باعتبار أن الأمن هنا هو المستتب، لا يتمكنون من إجراء عمليات اغتيال، لكنهم يؤدون أدوار التحريض مثلا في السوشيال ميديا أو التقاط الصور أو تتبع النشطاء وتحركاتهم. أبسط تحرك هو مرصود لدى القوى الموجودة في بغداد، وعلى إثر أي تحرك هي تذهب باتجاه المزيد من التهديد. لذلك بعض النشطاء مجرد ما دخل، حتى لو ما كان مهدد، مجرد ما دخل فقط لأجل دورة مثلا أو لأجل عمل لا علاقة له بالسياسة، مجرد دخوله لأربيل فهو متهم بالعمالة لإسرائيل، متهم للتواطؤ مع الإقليم، متهم بشتى الاتهامات. هنالك اتهامات جاهزة، هنالك قالب من الشيطنة المعد مسبقا لشيطنة أي معارض لهذا النظام. التحريض على قدم وساق، والسلاح هو الانعكاس العملي للتحريض. نعم دكتور إياد، كيف تعلق على هذا الموضوع الخطير؟ ناشطون يغادرون خشية من الاغتيالات، سلاح منفلت بيد جهات مجهولة ولها ارتباطات سياسية، والعشائر هي الأخرى مسلحة لربما بطريقة قد تكون أكبر من القوات الأمنية. هو بصراحة توصيف السلاح المنفلت أحد المميزات التي باتت تمتاز بها الدولة العراقية. المفارقة أن هذا الانتقاد والحديث عن هيبة الدولة يصدر من قادة ومسؤولين ويصدر من مواطنين، بمعنى أن هنالك اتفاق على وجود هذا السلاح المنفلت، ويبدو أن هنالك انفتاح حقيقي على هذا الموضوع واعتباره مسألة جدا طبيعية ليست مسألة إشكالية، ولذلك يتم تداوله دون أن يعتبر باعتباره تهديد للمجتمع، تهديد لهيبة الدولة، تهديد لكيان المؤسسات الأمنية وغيرها من القضايا، تهديد لأمن المواطن بصورة عامة، سواء كان ناشط، سواء كان مواطن عادي، سواء كان ضحايا مثل ما تناقلت الصورة طفل أنه لرمي العشوائي قبل يومين بأكثر من مناسبة في محافظات الجنوب، في المحافظة الغربية يحدث في كل مناسبة رمي عشوائي ويرخص ضحايا. نعم. ولكن يعني أنت تقول أن هذا يعني السلاح المنفلت هو أمر طبيعي، هل هو طبيعي سياسيا؟ لأنه شعبيا هو مرفوض. لا هو طبيعي بالنسبة للتوصيف اللي يتحدث به، سواء كانوا وزراء، سواء كانوا قيادات حزبية، سواء كانوا رئيس وزراء، يتحدث عن السلاح المنفلت وكأنما أمر طبيعي، وكأنما ليس أزمة حقيقية، وكأنما ليس هل تهديد. هل بات جزء من الدولة ليس تهديد لهيبة الدولة، ليس تهديد للمجتمع. هل تريد أن تقول أن السلاح المنفلت بات جزء من الدولة؟ هذه جاية، بس هو لا، أن هنالك تخاذل تام وهنالك ثرثرة سياسية بهذا الموضوع، حتى بتنا يعني لا نتفائل إذا سمعنا دعوة لحصد السلاح بيد الدولة، لأن هذا أصبح نوع من اللغو السياسي. ليس قضية الأمر طبيعي، لا يمكن دولة أن توصف دولة وهي لا تحتكر العنف، هذه أحد أبجديات مفاهيم الدولة التي يتفق عليها جميع الباحثين وجميع المختصين وحتى جميع المواطنين والمراقبين. الدولة تحتكر العنف المنظم، أي محاولة لأن يكون هنالك نشاط يحمل السلاح خارج إطار الدولة وتحت عنوان الدولة يعلو على الدولة أيضا هو بحد ذاته مرفوض جملة وتفصيلا. المفارقة بالعراق وين؟ بالعراق أولا عندنا سلاح منفلت عند جماعات مسلحة تدعي انتمائها للدولة، عشائر، وعندنا السلاح الشخصي الموجود عفوا، هذا اللي يصير بقضية الشجار وغيره والاستعراضات، إذا يفوز المنتخب يكون واضح وصريح مستوى. وعندنا من جانب آخر الخطورة الأهم، عندما يكون السلاح المنفلت بيد المافيات التي هي مافيات مسلحة حقيقة
تعمل بعنوان تارة واضح وصريح وعنوان خفي مرة أخرى، وتتحالف مع العشائر. هذه المفارقة اللي جاي يصير بالجنوب بكل صراحة، والمفارقة عندما تتداخل العملية الحزبية بالعراق بهذه العناوين. لذلك صديقي العزيز وزميلي دكتور حسين علاوي يتحدث عن حوار وطني. يا حوار وطني، الحوار الوطني ويا من يصير ويا عشائر ما تخضع لهيبة الدولة. انت افرض قوتك بالبداية، وبعدين انهم من يكشفونك قوي يجون يتحاورون وياك والناس تثق بيك. اذا انت مو قوي، اذا انت مجرد لا تملك غير الثرثرة وغير الاستعراضات، وحديثك لا يختلف عني كمحلل سياسي، انا اتحدث عن رئيس وزراء لا اتحدث عن الدكتور حسين. اذا حديث وزير الداخلية عندما اتى يقطع ايد ويقص رجل وما ادري شنو، بالنتيجة ما شفنا كل من هاي الاجراءات. مافيات تتحكم بكل مؤسسات الدولة، الفساد مستشري، السلاح المنفلت مستشري، منطقة الفضيلية إذا صار بها شجار بغداد كلها تدخل انذار. هذه هي منطقة ما أعرف سكان نفوذها شقد، ما كل المناطق تدخل انذار. عركبين عشيرتين داخل بغداد تبعد يعني ما أدري كم كيلومتر شرق القناة، إذا تعارك وعقيل وعتبة وعشيرة ثانية ما أدري يا هي، بغداد كلها تسقط. بمعنى هذا السلاح المنفلت داخل بغداد، إشحال بالبصرة، البصرة تداخلت بها، سيطرة على الموانئ، السيطرة على أنه المنافذ، السيطرة على الطرق، السيطرة على المجال العام. نعم. بكل المحافظات. دكتور إياد من فضلك بدون مسميات. كل نعم. شنو الفائدة؟ نعم دكتور إياد، من دون مسميات، لكل العشائر العراقية لها احترامها، وبالتأكيد العشائر العراقية هي أهمها وطني بداية. هناك بعض السياسيين من يتجهون لمصالح شخصية ويحولون هذا السلاح المنفلت نعم دينا. تفضل. ما يخالف، أنا أحكي عن وصف حالة موجودة ذهب ضحيتها أكثر من واحد موجود، وهي كل قنوات تناقلتها، ما جاي تهب عشيرة بأنها تخرج عن نطاق الدولة، جاي أحكي عن صراع عشائر موجود استخدم به السلاح وكل قنوات نقلتها، ما جاي اتهمهم بقضية. وثاني شيء، أنا ابن العشائر، قضية معروفة جدا. الآن بكل صراحة أحكي لك إياها، أنا أثق عشيرتي تحميني أكثر من الدولة. هذه أحد المفارقات، لأن ماكو دولة. هذه المفارقة الحقيقية، أنا لا أتجاوز على العشائر، لكن أن أي سلاح منفلت عندما يجد المجال بالتأكيد يطغي، يتحول إلى جماعات موازية. إحنا نتحدث عن جماعات مسلحة، هذه إلى أهداف سياسية وإلى أهداف حزبية وإلى أهداف تفرض نفسها بواقع الحال وإلى أهداف اقتصادية. لكن هذا السلاح عندما يرتبط بعناوين عشائرية يحول إلى نعم. تهديد أمن مجتمعي. نعم وصلت الفكرة دكتور إياد، وبالتأكيد أن لم أقل أنك تتجاوز، لأن كل ضيوفنا الكرام الذين يظهرون على شاشة الشرقية النيوز يكنون الاحترام لجميع العشائر، ويكنون الاحترام للعراق الحبيب، لأن مصلحتهم وطنية ويتحدثون من نفس وطني. وعلى شاشة الشرقية دائما يهمنا هذا النفس الوطني الذي نحمي فيه العراق من بعض الأحزاب والسياسيين الذين لديهم مصالح شخصية تعلو على مصلحة الوطن. دكتور حسين، سأنتقل لك كيف ترد على كل ذلك. دكتور إياد يقول أنا لا حوار وطني في ظل هذا المشهد الذي تهيمن عليه السلاح المنفلت. يعني دكتور إياد يشير إلى مقاربة لتيار قد يكون موجود، وهو قد يريد نتائج على أرض الواقع أكثر ما أنه مبادرات تظهر من قبل الحكومة والقوى السياسية العراقية والرئاسات الثلاثة أو أي شخص طرف خارجي قد يطرح مبادرة للعراق. أنا أتوقع أن هنالك شجاعة للسيد رئيس الوزراء في طرح المبادرة بعد أن لم نرى أي مبادرة تظهر حقيقية باتجاه قضية الحوار الوطني، لأنه لأول مرة في الوضع السياسي العراقي وعلى مدى 17 سنة أن تظهر الحكومة وتطرح مبادرة، وهذه المبادرة خاصة بصورة الدولة التي نريدها، إن كان المواطن يريد هذه الصورة، وإن كانت النخب الاجتماعية تريد هذه الصورة، إن كانت العشائر الوطنية الكريمة تريد هذه الصورة، وكذلك بالمقابل حتى الجماعات المسلحة التي لديها منظور سياسي وتخيل سياسي لصورة الدولة وماذا تريد. ولذلك القوى السياسية العراقية ستكون في إطار مبادرة الحوار الوطني أمام
صورة المجتمع الذي يريد الدولة ويريد أن يندمج في أطر الدولة لكي ننتقل من عصر اللا دولة إلى الدولة. وبالتالي هذه العملية الانتقالية التي يراد منها في تصميمها في الحوار الوطني، نريد أن نعمل الآن المثلث المقلوب وليس المثلث الطبيعي الذي يأتي قرار بقوى سياسية عراقية وتتفاوض فيما بينها وتوقع وثائق وتوقع مجموعة أوراق ومن ثم تنتهي بانتهاء المؤتمر ومن ثم نعود مرة أخرى إلى التشاحنات والصراعات وكذلك اللا دولة. وهذا بالتالي ما يتيح إلى ما تحدث به السيد يعني، كنت أتمنى أنه أسمع بعد بصوت عالي كلش أعلى من هذا الصوت حقيقة باتجاه قضية الدولة الموازية. هنالك تفكير في مشكلة الحوار الوطني الآن لكيفية اندماج أصحاب الدولة الموازية داخل الدولة، لأنه مهم جدا الآن تصميم الحوار بصورة ينتج دولة مستقرة وينتج عقد سياسي مستقر وينتج عقد اجتماعي يساهم به المواطن، لأن المواطن قد غيب عن صورة الدولة. المواطن ذهب وضحى بنفسه وهو كان مقاتل وهو كان موظف وهو كان يسعى كناخب إلى أن يقر الدستور العراقي الدائم لعام 2005 وينتخب الحكومات، لكن بالمقابل الحكومات لم تفي بعهودها وبرامجها التي أعلنتها، ولذلك ذهبنا إلى مرحلة الإحباط إلى أن ظهرت تشرين واحتجاجات تشرين في 2019 التي أعطت وضعا جديدا للعراق. ولذلك لابد أن نجري الآن ما بعد إرث تشرين وما بعد إرث النظام السياسي على مدى 17 عاما حوارا وطنيا حول التصور للدولة، لأنه الوصول إلى هذه النقطة هو مناقشة قضية السلاح خارج الدولة، لأنه السلاح ليس مرتبط بالنزاعات العشائرية، لأن النزاعات العشائرية تندرج الآن وهو يعلم دكتور إياد باعتباره أستاذ العلوم السياسية تندرج تحت طائلة فرض القانون. وقضية فرض القانون لا يمكن للدولة ولا يمكن للرئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة أن يستخدم القوات الأمنية والعسكرية لعملية السيطرة على موقف معين بدون حل اجتماعي وسياسي للوضع المعقد في محافظاتنا وكذلك الوضع في الدولة العراقية. هنالك من يدفع الآن من أنصار النظام السياسي والقوى السياسية التي حكمت البلاد على مدى 17 عام تقول أنني أقدم الأمن على الاستقرار الاجتماعي، ولكن بالمقابل الحكومة الآن منطقة تريد أن تقدم الاستقرار الاجتماعي المبني على معادلة توافقية ما بين المواطن والنخب وكذلك القوى السياسية العراقية لصورة الدولة. نعم. حتى تكون وصلت الفكرة ونقاط مهمة تتحدث بها دكتور حسين باتجاه عملية بالتأكيد. عودة أخونا العزيز الآن من كردستان العراق إلى محل سكناه لكي يعيش آمن وبصورة آمنة، وإلا نحن لماذا نريد حوار وطني؟ نريد حوار وطني لهذا نتحدث مع الناشطين الذين للذهاب إلى انتخابات لهذا نتحدث مع ناشطين هم غادروا مواقع سكناهم إلى أربيل لربما أو أي منطقة أخرى حفاظا على أرواحهم وأرواح أهليهم أيضا. سننتقل طبعا دكتور إياد سأترك لك حق الرد، لكن قبل ذلك أود أن أنتقل إلى الناصرية مع الناشط إحسين هادي. إحسين أهلا بك معنا. إحسين أنت ابن مدينة شهدت مجازر عديدة ضد الناشطين وما زلتم تطالبون بحقوقكم حتى بعد تعيين محافظ جديد، هل لديكم شكوك ولماذا تصاعدون من موقفكم من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحييك يا الستة وحيي كادر الشرقية وكادر ماشية الأحمر وحيي الجمهور الكريم. اسمي حسن هادي العراقي، حسن هادي العراقي من حرم الدفار سوق الشيوخ. اهلا وسهلا بيسيد. حقيقه سيد احنا بالنسبه للطبقه السياسيه ما خلت لنا اي افق للحوار وما خلوا لنا اي ابواب، كل الابواب اوصدوها بوجوهنا حيث لا جلوس معهم بعد ان اراقوا دماءنا ودماء الشهداء الثائرين الاحرار الذين خرجوا من اجل مصلحه عامه ولم يخرجوا من اجل مصلحه خاصه. فتشرين لكل الشعب، تشرين لكل طبقات الشعب وليست لفئه محدده من الشعب. انما يحصل في محافظه ذقار حقيقه هو تهميش
وكذلك إقصاء وفرض إيرادات لي الأذرع بالقوة من قبل الأحزاب المهيمنة بالمحافظة، ولا يريد لهذه المحافظة الاستقرار البتة، حيث كلما أرادت هذه المحافظة الاستقرار وتنفست الصعداء خرجوا لنا بموضوع جديد، وهو موضوع تناحري من أجل مناصب ومن أجل اغتنام مغانم، وهي الميزانية، حيث أن محافظة ذي قار الكل يعلم رصدت لها ثالث أعلى ميزانية في العراق لهذه السنة. وها أنت ترين الآن الأحزاب المهيمنة على المحافظة تتصارع على هذا المنصب، وكذلك دخلت معها أحزاب ورغبات سياسية أخرى على الخط للتنازع والتناحر على هذا المنصب، والضحية هو المواطن العراقي البسيط الذي خرج من أجل الحقوق البسيطة، الحقوق الإنسان، كل العالم يتمتع بها، أبسط دولة وأفقر دولة تتمتع بهذه الحقوق، لكن المحافظ ذي قار الذي يطفو على بحر من النفط لا يجد المستشفى المناسب له، لا يجد العلاج، ولا يجد الكادر الطبي بالمستشفى الحكومي، لا يجد كذلك الكتب ولا القرطاسية في المدارس الحكومية، أسعار المواد الغذائية في السعود المضطرد، وكذلك ارتفاع الدولار أثر على المواطن البسيط فقط وأثر على هذه الشريحة البسيطة. أنتم تعلمون أن محافظة ذي قار من ثاني أفقر محافظة في البلاد، حيث الجيوش العاطلة عن العمل، وكذلك الشباب الخريجين الذين لا يجدون لقمة العيش، والعوائل المتعففة في هذه المحافظة الغنية بالنفط وكذلك الغنية بالثروات، وكذلك محافظة عريقة ومحافظة ذات إرث حضاري حيث تحتوي على الزقورة. لو بنيت فنادق واستغلت هذه المنطقة زقورة أور لرأيت أن الكثير من الأيادي العاملة قد استغلت وجدت فرص عمل ووجدت لقمة عيش لها في هذه المحافظة. نعم. محمود، أريد أن تشرح لنا، أنت كناشط مهدد، هل تقف مع دعوة الحوار، وهل تعتقد أن دعوة الحوار هذا هي طريقة مناسبة لتحقيق مطالبكم التي تنادون بها أينما كنتم؟ كل خيار أو كل سياسة تنتهجها الدولة، قبل كل شيء يجب أن نتحدث عن الإمكانات لتحقيق أو لتفعيل تلك السياسة. هل لدى الحكومة العراقية أو لدى رئيس الوزراء الإمكانات الفعلية؟ وأنا أتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ العنبر حول أنه إن لم يكن هنالك فعل عملي للسيطرة على السلاح على الأقل بمستوى معين، بعد ذلك نذهب إلى الحوار، وإلا فعلى هذا الحال لا توجد ضمانات لأنه بعد إجراء الحوار أن يتم بسط الهيمنة من قبل الدولة واحتكارها للعنف بعد إجراء الحوار، خصوصا وأن رئيس الحكومة حاليا هكذا نرى وهكذا هو الواقع، هو الحلقة الأضعف بين القوى السياسية التي تحمل السلاح، الحلقة الأضعف لا يمكنها أن تفرض شيئا على من هو تمتد يده في مؤسسات الدولة، سواء على مستوى السلاح أو على مستوى المناصب، على مستوى الامتدادات الإقليمية اللي هم يعني هواي كثير من القوى السلاح من القوى السياسية وقوى السلاح التي يريد رئيس الوزراء التحاور معها هي امتدادات لإرادات إقليمية. لذلك بمجرد الحوار دون أن يكون هنالك حسم لهذه الملفات مسبقا أو على الأقل إبداء استعداد لتحقيق هذا الهدف لا يمكن أن نثق بهذا الحوار. إذن هل قبولكم لهذا الحوار محمود كناشطين قبولكم مشروط؟ نعم بالتأكيد قبولنا مشروط. أول الشرط هو وذكرنا ذلك سابقا لنرى دولة تحتكر العنف وسنتحاور، من يضمن كيف يتحاور مع طرف آخر يحمل السلاح بيده وأنا أعزل، كيف أتحاور معه، كيف أتحاور وأبدي رأيي بخصوص القضايا التي أوصلت البلاد إلى ما أوصلت إليها وأنا أغتال وأهدد بمجرد طرح الرأي. وكذلك شرط آخر يجب أن أنوه له، الحوار الذي وذكرت ذلك سابقا في شاشتكم الكريمة، الحوار الذي لا يتطرق إلى القضايا الجوهرية التي بعد الاتفاق عليها وتفعيلها ينتج عنه طفرة واضحة وتحول واضح في النظام السياسي من نظام محاصصة ومكونات طائفية إلى نظام يتعامل مع المواطنين على أنهم مواطنين لا على أنهم مكونات طائفية تتم محاصصة دولتهم، إن لم نصل إلى هذه القضايا
القضايا الجوهرية وأولها السلاح، احتكار العنف من قبل الدولة. هل لدى القوى السياسية التي لها فصائل تحمل السلاح، هل لديها استعداد حقيقي للإجماع على الدولة كمحتكر للعنف؟ هذا هو الذي يجب أن نتحدث عنه. كذلك هل النجف أيضا المرجعية الدينية بما أنه بعد حالة الفتوى استشرى السلاح، يجب أن يكون للنجف يد في هذا لتصفير هذا الحال، لتصفير نظام السلاح، وإلا رئيس الوزراء وحده دون إدخال الفعاليات الاجتماعية التي ستخلق جو يساعد على تفعيل مخرجات الحوار لا يمكن أن نثق بذلك. نعم. لماذا؟ وصلت الفكرة محمود. أعطي مثال. نعم وصلت الفكرة، سنتحدث أكثر عن هذه التفاصيل، ولكن سؤالي لك حسن، ما هي خطواتكم اللاحقة في ذي قار، وهل ستواصلون التصعيد؟ نعم ست، حقيقة بعد أن فقدنا الأمل والثقة بكل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية المؤقتة في المحافظة، حيث أردنا ترشيح محافظ مستقل خرج من رحم ساحة الحبوبي، وحيث قام الثوار بترشيحه، لكن هذه الأسماء كلها ضربت عرض الحائط، ويريدون الآن أن يفرضوا إرادات الحزبية والإملاءات الحزبية بتنصيب محافظ غير مستقل رغما عن أنوفنا ورغما عن إرادة أبناء محافظة ذي قار، وهذا الشيء لا يحصل، حيث أبناء ذي قار ومحافظة ذي قار تسجب وتستنكر ما تقوم به الطبقة السياسية من تهميش وإقصاء لحقوق أبناء هذه المحافظة المظلومة التي قدمت التضحيات تلو التضحيات، المحافظة التي لولاها لما بقوا على هذه الكراسي، المحافظة التي أعطت الشهداء في مقارعة داعش، والمحافظة التي أعطت الشهداء في ثورة تشرين المباركة، هذه المحافظة التي ما زالت تعاني الأمرين بين مطرقة الفساد وسندان الأحزاب الحاكمة. محافظتنا مستمرة إن شاء الله، وشبابنا مستمرون بالتصعيد وإن شاء الله حتى تحقيق المطالب، ولكن تصعيدنا سيكون سلمي ومتوافق مع كل الأطر القانونية والدستورية التي كفلها لنا الدستور العراقي، حيث تصعيدنا يراد منه فقط هو تنفيذ مطالب أبناء المحافظة. كل شكر لمشاركتك معنا حسن هادي الناشط من الناصرية. دكتور إياد أعود لك، ولك حق الرد بكل ما جاء به دكتور حسين علاوي، تفضل. لا بصراحة أنا ما عندي رد، أنا عندي توضيح للموضوع. نعم. اللي يعني استكمالا اللي بديت به. تفضل. مشكلة الدعوة للحوار، أنا أعيد وأكرر قضية ثانية، دائما الحوار يكون مع أطراف أما تكون متوازية أو أطراف تريد أن تتنازل لبحث حل على الأزمة أو وضع معقد. لا يمكن أن نتحدث عن حوار بدعوة رومانسية، وهذه الدعوة التي تعبر عن أنه هنالك خلاف قد يتعلق بموضوع معين بسيط، في موضوع أن هنالك مشكلة حقيقة في إدارة تشريع القوانين أو في عدم انضباط هنا وهنالك، استرخاء في إدارة الدولة أو هيمنة معينة في جوانب معينة. نحن نتحدث عن حوار بين جماعات تملك السلاح وهي الأقوى وصاحبة الصوت الأعلى، وبين جماعات تسيطر ولها نفوذ عميق جدا سياسي، وهذه لا يمكن أن نسميها دولة موازية. دولة موازية هي الجماعات والمافيات، وحتى العشائر أصبحت دولة موازية، وبين حلقة أضعف وهي الدولة وهو الناشط وهو أصحاب احتجاجات وأصحاب المواقف في احتجاجات تشرين. أنا أقول قضية مهمة جدا، سياسات السيد الكاظم مع كل الأسف، وأنا أتحدث مثل ما يريدني صديقي دكتور حسين، أتحدث كباحث بالعلوم السياسية، يجب أن يكون الصوت الأعلى من يرعى هذا الحوار بين قوى الدولة وقوى اللا دولة، بين الأحزاب، بين المافيات، بين كل هذه الجماعات، بين قوى تشرين، هو صاحب قدرة على تطبيق ما تكون مخرجات هذا الحوار. أول شيء، لا يمكن الجلوس للحوار من أجل الحوار ومن أجل الثرثرة واللغو السياسي الذي صدع رؤوسنا بشعارات وخطابات. يخرج الزعماء ويخرج القيادة ويخرج غيرهم بخطابات رنانة نسمعها ويكرر عليها كل مرة هذه الخطابات دون نتيجة. مفارقة السيد الكاظمي بإدارة هذا الموضوع الجميع يعرفها. الآن
هو يخضع لجميع رغبات ومتطلبات قوى الدولة وقوى اللا دولة، وهو يخضع لجميع متطلبات القوى العميقة التي تمثل فعلا حقيقة وهي أيادي خفية لا أحد يعرفها من وكيف تتحكم بالقرار السياسي. هذا القضايا اثنين هين. المشكلة الحقيقية السيد الكاظم يعطيهم ما يريدون دون أن يأخذ ما يريد. إذا هو كان عنده مشروع حقيقي لفرض هيبة الدولة لا يمكن إعطاء كل شيء في مقابل عدم أخذ أي شيء. الشيء اللي يريده من السيد الكاظمي هو أولا تتوقف جميع المظاهر المسلحة، تتوقف جميع الهيمنة على موارد الدولة بعناوين رسمية وغير رسمية. لا يمكن تقنعني بالحوار وانت فاتح ابوابك للكل ويا هل يجي يطلب من عندك، لان القوى السياسيه في عمليات الانتقال يجب ان يكون هنالك مستوى من التضحيات، والاقوى الطرف الاقوى هو من يملك الدبابه، من يملك الطياره، من يملك جهاز مكافحه الارهاب، من يملك الشرطه الاتحاديه، من يملك قياده القوات المسلحه بكل عناوينها وصنوفها، وغير قادر على فرض مستوى ابسط مستوى من الامن. انا اقول لك القادرين عليه فعلا حضر التجوال وهاي الناس وبالليل. نعم. ومن اللي يطلع؟ انا ما اطلع. نعم دكتور اياد. وغيري بس عندهم باجات كلها تطلع. نعم وصلت الفكره دكتور اياد. سنتحدث اذا عن لم تكن مدى قدره على نعم. ارض نعم الأرض. دكتور اياد. نعم. سنتحدث على يعني قدره الحكومه على مواجهه ما تتحدث به، ولكن سؤالي لك دكتور حسين الناشط من اربيل طرح سؤالا جوهريا، وهو هل ان الفصائل قادره على التخلي عن سلاحها لكي يعودون؟ كيف تعلق على ذلك؟ دكتور حسين، دكتور حسين لك السؤال تفضل. مالك العنف وصاحب العنف هو الذي لابد أن يفرض إرادته. أنا أتوقع العنف المشروع، نعم قد يكون لدى الدولة الآن أدوات العنف المشروع، لكن المشكلة الأساسية مشكلة معقدة. مشكلة هنالك صراع أمريكي إيراني واضح جدا منذ سنوات طويلة جدا، هو الآن يخيم على الأجواء العراقية، والقوى السياسية العراقية لا تستطيع، طبعا القوى العقلانية تحدث والقوى الشيعية الأساسية كانت قوة كبيرة ممثلة في البرلمان وإن كانت كذلك ممثلة في الحكومة، وهي ما زالت لحد الآن لا تمتلك معادلة. وكذلك بالمقابل القوة السنية هي قوة تعاني من مشاكل بنيوية أساسية لديها، وأصبحت كالسفينة العائمة أينما تجد مصالحها تتقدم نحوها. وكذلك القوة الكردية التي تنظر بمسارين، مسار التعظيم الوضع داخل إقليم كردستان، وكذلك بالمقابل مسار التفاعل في الفضاء الوطني. ولذلك هنالك لا توجد مبادرة لحد الآن غير هذه المبادرة التي طرحت من قبل رئيس الحكومة العراقية، ورئيس الحكومة العراقية ليس له مصلحة في هذه المبادرة إلا الاستقرار وكذلك الحفاظ على خلق مناخ مستقر للذهاب إلى انتخابات صحيحة. حتى قضية الانتخابات المبكرة نتوقع عنوان هذا المبكرة انتفى، لكن بالمقابل واهم من يقول أن قضية السلاح خارج الدولة ستحل من خلال الحكومة العراقية، لأن الأطراف المسلحة تمتلك ثقل برلماني وتمتلك ثقل سياسي وتمتلك أجندة وتمتلك علاقات إقليمية، وهذا بالتالي ما يجعل الموضوع معقد جدا. تفكيك هذه الأحجية نتوقع يحتاج إلى حوار واتفاق على صورة الدولة المقبلة. إذن دكتور حسين، هل الفصائل قادرة على التخلي عن سلاحها ولدى منظور المجتمع الطبيعي الذي لم ينتخب في انتخابات 2018؟ نعم دكتور حسين، ولذلك هناك أيضاً الكل هناك الآن يريد أن يعجز هذا الحوار، لكن هناك بعض الجهات لكي تقبل بالحوار ويقول دكتور اذهبوا حسين. إلى الكتلة المسلحة وحل المشكلة. الكتلة المسلحة لن تحل إلا بقرار اجتماعي. نعم دكتور حسين، من هم وهناك من سيقبل بالحوار ضمن
الشركات المحلية ولديهم أفكار وأجندة ورؤى، يتوقعون أن لديهم مسار معين ممكن أن يكون دكتور حسين أكبر هناك من سيوافق على هذا الحوار. هذا المنظور غير صحيح بالأخير، لأن المنظور في كل دول العالم وحتى كل تجارب الجماعات المسلحة أنه وصلت إلى منظور الدولة، وبالتالي نتحول الآن، وهذا هو المنظور الذي تريده مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الوزراء، من الدولة الطاردة إلى الدولة الجامعة، وبالتالي الدولة الجامعة التي تريد أن تحتضن أبنائها داخل العراق والذين ذهبوا خارج العراق على مدى السنوات الماضية، على مدى 40 سنة من الحرب و40 سنة من الصراع، لابد أن تولد هذا المسار، لكن بالمقابل لابد أن نصل الآن إلى مرحلة حقيقية وشفافة من الحوار الصريح ما بين كل فئات المجتمع العراقي، وهذه الفئات لابد أن تصل إلى رؤية مشتركة، لأنه كذلك الآن يحتاج المحتجين والمتظاهرين، وكذلك بالمقابل قوة تشرين إلى تطمينات، وهذه التطمينات لابد أن تنتهي عمليات الاغتيال وعمليات العبوات الناسفة وعمليات كذلك بالمقابل مذكرات الاعتقال التي أسهمت الحكومة العراقية بالتعاون مع مجلس القضاء العراقي على إيقافها، لكن بين الحين والآخر يذهب أناس لا يدركون معنى حقيقة الأمور والتقدير السياسي، ويذهبون للشكوى، وهذه الشكوى تولد احتقان، وهذا ما يحصل في ذي قار وكذلك محافظات أخرى. نعم دكتور حسين، نعم دكتور حسين، سأنتقل لك محمود. يعني أنت ناشط وتعرضت للتهديد، سؤالي لك هل فعلا أن الفصائل قادرة على التخلي عن سلاحها لكي يعودون؟ وهذا هو سؤال طرحته، هو سؤال جوهري أود الإجابة عليه منك تحديدا. للوضع الحالي ينبئ عن أن هذه الفصائل لا تستطيع أو ليس لديها أي رغبة في التخلي عن سلاحها، لكن إذا ما نظرنا خارج حدود العراق باعتبار هنالك صراع في الجانب الآخر، صراع أمريكي إيراني، قد تفضي المفاوضات أو الصراعات أو المناكفات الأمريكية الإيرانية على الأرض العراقية قد تفضي إلى فرض إيراني على القوى المتناغمة أو التابعة لها بأن تذهب إلى الحوار بدون سلاح، قد، ولكن الوضع الحالي في ظل الهيمنة على الدولة، في ظل كونهم هم الطرف الأقوى والمهيمن، لا أظن بأنهم سيذهبون بهذا الاتجاه، خصوصا وأنهم بغير سلاح سيفقدون الكثير من النفوذ السياسي والحظوظ السياسية أيضا. نعم، نرحب بالناشط البصري عمار الحلفي عبر السكايب، أهلا بك معنا. عمار، هل أنتم مع دعوات الحوار الوطني في ظل السلاح المنفلت؟ تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. أكيد اليوم لا حوار مع قتلة المتظاهرين، لا حوار مع القتلة. اليوم شلون راح اقدر اليوم انا اتحاور مع شخص لا يؤمن بالديمقراطيه، لا يؤمن بحريه التعبير الراي؟ اليوم ما ممكن اليوم اتحاور ويا شخص اذا اعترضت وياه على راي او اعترضت وياه وقلت له يابا انت فاسد بس اطلع من الحوار راح يقتلني. اكيد اليوم الحوار مرفوض مع هذه الاحزاب اللي بصراحه اللي سبب دمار العراق هم اليوم هذه الاحزاب ما ممكن نتحاور وياهم. قلنا كلمتنا في ثوره تشرين لا للاحزاب الفاسده، كل هذه الاحزاب اليوم متورطه بقتل المتظاهرين، متورطه بقتل الناشطين، متورطه بالفساد طيله 17 سنه، فاكيد اليوم الحوار وياهم مرفوض ونطالب باسقاطهم، هذه هي ثوره تشرين، هذا اليوم اللي عبرنا عنه في ثوره تشرين، هذا اللي من اجله سقط الشهداء والاف الجرحى، فاكيد اليوم اكررها واقول لا حوار مع هؤلاء القتلة الفاسدين. عمار، كيف تبدو الاوضاع في البصره فيما يخص الانتخابات المقبله؟ بصراحه اليوم احنا ما مؤمنين بالانتخابات المقبله، ما مؤمنين بنزاهه الانتخابات المقبله، اليوم الاحزاب تمتلك السلاح وتمتلك المال، ما ممكن اليوم تستغني، ما ممكن اليوم تنطي لثوار تشرين، للتكنوقراط، للقضاء المستقلين، ما ممكن اليوم تعطيهم مقاعد وعدهم يمتلكون السلاح والمال، اليوم عمار حلفي وغير عمار حلفي بدون ما مرشحين للانتخابات هم مهددين بالقتل، كيف باكر انا اليوم راح ارشح للانتخابات وهذه الاحزاب
تعرف بين عمار الحلفي راح يحصد اكثر الاصوات، اكيد اليوم راح يقتلون عمار حلفي ويقتلون غير عمار حلفي. ولكن التغيير بايديكم، اليس لديكم حماس للمشاركه عمار؟ هاي الجمله، نطالب باجواء، نطالب بارضيه خصبه حتى اليوم يقدر يشارك بها الرجل المستقل، الرجل التكنوقراط يدخل بالعمليه السياسيه. اليوم ما ممكن اليوم واحد يشارك بعمليه سياسيه والاحزاب تمتلك السلاح والمال والكواتم، فاكيد اليوم يقتلون اي شخص يشوفونه خطر عليهم وخطر على مستقبلهم السياسي. نعم بصراحه عمار. نعم. ما هي البدائل اذا لا تؤمنون بالسلاح المنفلت؟ واذا كان التغيير بايديكم، ما هي البدائل لديكم؟ اكيد اليوم احنا نطلب بدائل، من يعني احنا نريد بدائل، وبنفس الوقت نطالب المقابل بالبدائل. يا دائما نقول ونكرر للكاظمي، الكاظمي اجى وقال راح انهي الوجود المسلح، راح ادعو الى انتخابات مبكره، لغه السلاح ولغه ما راح انهيه، بس على ارض الواقع ما موجود. احنا اليوم نتمنى نشوف اليوم انتخابات بالعراق، ما نريد دم، ما نريد اليوم واحد ينقتل في سبيل تغيير العمليه السياسيه بالعراق. احنا اليوم نطالب بانتخابات نزيهه، انتخابات يبتعد من عدد السلاح، يبتعد من عدد المال السياسي. اليوم نطالب، دائما نقول نطالب بهذا الشيء، بس بصراحه في بدايه الامر استبشرت الناس بشخص الكاظمي وقالت هذا الكاظمي اليوم راح ينهي الوجود المسلح والقتل وكذا وهي الامور، بس اليوم على ارض الواقع ما موجود هذا الشيء. الكاظم وعد محاسبه قتل المتظاهرين بانهاء الوجود المسلح، بمحاسبه قاتل هاشم الهاشمي وتحسين وريام، لكن على ارض الواقع ما موجود. احنا اليوم اكيد امامنا فقط هو ثوره لا غيرها لانهاء وجود هذه الاحزاب، لان هذا اكرر لا حد يقول لي اليوم احنا جهله ما نؤمن بالعمليه الديمقراطيه، لا احنا نؤمن بالعمليه الديمقراطيه، بس المقابل ما يؤمن بالعمليه الديمقراطيه. نعم بالتاكيد، وايضا الكثير يعني يراهنون ان التغيير بايديكم شباب العراق، بان تقومون بتغيير الواقع الى الافضل في الانتخابات المقبله. دكتور اياد، الكلمه الاخيره لك، هل تعتقد ان الحكومه قادره على انهاء ملف السلاح المنفلت قبل الانتخابات المقبله؟ لا أعتقد، الوقت جدا ضيق والخطوات لم تكن واضحة وصريحة بشأن هذا الموضوع حتى نقول أن هنالك خطوة فعلية. هذا الموضوع يحتاج الكثير من الترتيبات، تبدأ بالأول بأن هنالك بسط تام للأمن واستخدام كل الأدوات المتعلقة بالأمن، سواء كانت المؤسسات، سواء كانت الأشخاص، سواء كانت القيادات. لم يتم التعامل مع إدارة المنظومة الأمنية بمنطق جديد، هنالك محاباة، هنالك توزيع مناصب، هنالك غيرها من القضايا. هذه لا تنتج حل حقيقة ولا تنتج رؤية لبسط الأمن على أرض الواقع. الجانب الثاني، أنا أتحدث أيضا وأكرر قضية الحوار مع كل الأسف. إذا كان الوضع معقد وبيد إيران وبيد أمريكا، وإذا كان هنالك إدراك حقيقي على أن هذه القوى لن تترك رئيس الوزراء يعمل، كان ممكن أن يستغل التوافق الذي حدث على شخصه بأن يفرض شروطه ويجعل هذه الشروط هي نقطة ارتكاز نحو مشروع حقيقي. لكن من كان مشروعه الوصول إلى السلطة وليس مشروع حقيقي إنقاذ البلد، لا يمكن أن يتحدث بهذه الخطابات وممكن ويفرض علينا أن نصدقه. أرجوكم احترموا عقولنا عندما تتحدثون عن دعوات حوار، ونحن لسنا ضد الحوار. أنا أول من شخص أعتقد أنه فعلا نحتاج أن نبدأ بالحوار، لكن الحوار على أرض صلدة، يكون الطرف الأقوى هو من يفرض شروطه، ولا يمكن أن يكون الطرف الأقوى هو غير الدولة، وإلا ما فائدة الحوار؟ هذه النقطة الأساسية التي أعيد وأكرر عليها. الجانب الانتخابات المقبلة أعتقد أنه لا يمكن أن يغير الحال، كل المعطيات تتحدث على أن بقاء الوضع على ما هو عليه وبقاء التصريحات سواء كانت تنديد واستنكار لا تختلف ولا يمكن أن تبشر بخير. كل الشكر لك دكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، والشكر أيضا لأستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين دكتور حسين علاوي، والشكر للناشط المدني من أربيل محمود حميد، وعبر السكايب الناشط البصري عمار الحلفي. نهاية منشط أحمر، دمتم بأمان الله.